60,000 ريال، 800 أورو، 2100 درهم. وبالنسبة للاباك ديالها دير الأخوات 2100 درهم، 210 أورو، 800 أورو، غزالين. وكاين الأخوات نبالة اللي زويونة حتى هي رائعة. نبالة كاين هادي الأخوات تاعي زويونة، يا سلام. كاين هادي كلها عريضة، نفس العرض غادية، ماشي ديكرادي، غادية بنفس العرض الأخوات. هادي نفس الثمن ديال هادي، بالنسبة لهادو 8000 8000، يعني إلا بغيتيها كلها ديك هكا عريضة من القدام بغيتي هادي. المهم هادو نفس الثمن ديالهم، 8000 8000، 160,000 ريال بالنسبة لهادو الأخوات. يبقى الاختيار كل واحد والذوق ديالو، يعني هادي 8000 درهم، 160,000 ريال، هادي 160,000 ريال أخوات. كاين هادي وكاين هادي، اللي بغاتها سكرينيها بصراحة وصحاح، ماشي شي حاجة ترطى. كتشوف معايا الشكل كدا نقلب عليكم على المباشر، يعني ماشي شي حاجة ترطى ولا شي حاجة تتعوج، يعني صحيحين وعمليين. 800 أورو هادو الأخوات، تا هادي تا يعني شي حاجة اللي صحيحة الأخوات، عملية وغزالة. و الرادكو دوزو الأخوات، الرادكوات اللي هما هادو، يعني راه رادكو الناس اللي تيبغاو الرادكوات هما كاينين، يعني الجرامات تقريبا كاع هادو مختلفين في الجرامات ديالهم. ها تكون كل عدد الثمن ديالها خويا رادكو، رادكو ديال ليد اختي، رادكو تاع ليد دابا حاليا ما عنديش دابا، ولكن الا بغيتيها نوجدها لك علاش لا. قولي الطول، حيت دابا رادكو تاع ليد تقدر تجيبها كاع وما تكونش في الطول ديال الشخص اللي بغيتي عليه، يعني تكون الطول زايدة شوية، يعني تكون زايدة اما ناقصة، اللهم تخدمي على قياس يدك. هادي الاخوات 9400 درهم، نحاول نعطيكم الجرامات ديالها. الجرامات ديالها 16.8 غرام، 9400 درهم، 16.8 غرام. هذه الأخوات 16.8 غرام، 9400 درهم، 940 أورو. شوف مكلا رادكو كي دايره، يعني رادكو زينة وخزينة كي تنقول لكم، يعني شي حاجة اللي غزالة. ها انتم الأخوات رادكو، يعني رادكو الأخوات كي تبان لكم، يعني كيف دايره الدم ديالها، يعني أحمر غوز جولد ماشي صفر، وتتبقى الدوام الأخوات كي تنقول لكم زينة وخزينة، تبقى لك الدوام، يعني دايره 940 أورو، 9400 درهم، 188,000 ريال. بالنسبة لهادي 188,000 ريال. شحال نبالا لي قدامي واخا ختي نتي لولا دوزالي. هادي الأخوات 9400 درهم، 940 أورو، 188,000 ريال، غزالة هادي. وكاينة رادكو أخرى الأخوات تبغي شي حاجة خفيفة، حداش غرام الأخوات، فهادي 11.1 غرام، 11.1 غرام، 6200 الأخوات، هادي 6200 درهم، هادي 6200 درهم، كما تشوفو معايا 6200، غزالة هادي الأخوات 6200 درهم، يعني تتبقى شي حاجة تلبسيها الأخوات، شي حاجة اللي صحيحة وعملية للرادكو تبارك الله، يعني راه معروفة ما نحتاج كاع نهضر عليها. الثمن ديالها اللي هو 6200 درهم، 620 أورو، الناس بركا رجعو ليها الصغار والكبار تيلبسوها. سلعة نقية ومعاملة طوب. شكرا لك أختي بزاف على هاد الكومنتير هذا، من أختي جليلة مرحبا بك وألف مرحبا، شكرا لك بزاف على هاد الكومنتير الرائع. صراحة الأخوات راه نتوما هما تاج فوق راسنا كي تنقول لكم، وراه الأخوات الإستمرارية والعمل هو بالمعقول وبالثقة الأخوات، والأخوات الحاجة اللي ضرات الإنسان راه تنقولها لنا وتنتناقشو عليها، يعني راه الأخوات الحاجة ضراتكم راه ضراتنا. شحال الطول فيها؟ 43 سنتيم، بالنسبة للأخوات الكورميتا هادي فيها 43 سنتيم، 620 أورو، 124,000 ريال. أو ندوزو الأخوات، بقاو عندي 4 الرادكوات تبارك الله، الرادكورة تتمشى، يعني الرادكورة مطلوبة، لأن علاش الناس معندهمش، تيقول لك بغيت نخبي فلوسي، بغيت نلبس ونخبي فلوسي، تتخبي في هادو، يعني تتبقى لك فلوسها فيها، ومن بعد تلبسيها ومتعبيها.
ادي اخد فيها 14 غرام فاصيله 4 ثمن ديالها 8060 درهم، قلت 8050 درهم، 805 اورو. هذه الاخوات 805 اورو، 805 اورو هذه يعني 161 الف ريال، 161 الف ريال خويا. دبليج كاع هذا اخوات بغيتوه، يلاه الاخوات غندير لكم الثمن دابا واللي في رزقها تاخذوا. دابا نقول لكم الثمن ديالو لان فيه واحد الخدمه رائعه صراحه. بقاو في هضره تكون 805 اورو، 8050 درهم اخوات، هذه 161 الف ريال. غزال هضره تكون رائعه، الله يسر لينا وليكم الاخوات. شكرا لك اختي كريمه، مرحبا بك. ها نعطيكم الثمن ديال هاد النباله هادي اللي بغيتو. اخوات ما كاينش شي فرق ما بين هادي وهادي اللي ورثتكم قبيله ب 26000، وهادي هادي 26500، وكاينه هادي هادو جوجهم يا سلام. يعني هادي وهادي رائعين صراحه، يعني تبارك الله، يعني الزواقه متقونه. هاد الاخوات 26500 وهادي 26000، المهم يا سلام. 26500 درهم هادي الاخوات، بقاو في هادي لان هادي عطيت الثمن ديالها قبيله 26500. هذه الاخوات 2600 اورو، هذه 2600 اورو قطر، قطر هاي مستر عندكم القطر ديالها اخوات. القطر اخوات ما تحلوش في القطر اختي كريمه، يعني في القطر راه ممكن نقاد لك يعني كما بغيتيها في الجرامات اللي بغيتي في الشكل اللي بغيتي، يعني ما عندناش مشكله. يعني في الخدمه المصنعيه الاخوات راه نخدموا حنا مع المعمل، يعني ما عندكش مشكله. شوفوا الخدمه كي دايره، يعني شوفوا تبارك الله الكولي كيفاش داير، يعني راه هذه الخدمه راه ديالنا ديزاين موديلات، كاين الموديل ديالنا يعني ما تلقايش عند كلشي، يعني شي حاجه اللي غزاله ولا خاصه في البلجي ولا في الرادكو ولا في اي حاجه تخدمي الجرامات اللي بغيتي. يعني كاين الرادكو تيكون كبيت فيها 60 غرام، يعني تخدمها لي بيتها كلها عريضه. يعني اخوات راه الذوق تختلف، يعني حنا باش معروفين بدا الخدمه تنخدموا، يعني اي موديل بغيتي ولا اي حاجه بغيتيها وتشهيتي على الجرامات اللي بغيتي تنخدموها لك. حيت البلجي تيبقى القياسات تختلفوا، يعني كل واحد يلبس شحال كله واش نتي لبس بالنسبه للدباج ولا بالنسبه للبراسيات اللي غلاط بحال هكا، يعني كله القياس ديالو. هذا الاخوات 6 سنتيم بالنسبه للدوره هذه، 6 قياس 6 سنتيم. عندك لويز اختي، لويز حاليا ما كاينش عندي صراحه، ما كاينش عندي لويز اختي، الا بغيتي لويز ان شاء الله نوجدو لك. هذا الاخوات 260 اورو، 2600 اورو هادي رائع رائع، شي حاجه اللي غزاله، شي حاجه تاع الدوام. 2,120,000 الف ريال، ولكن راه شوفوا الخدمه كي دايره يعني الاخوات، يعني خدمه راه شي حاجه رائعه، حاجه غزاله. براسيات روميين، كاين اخوات كاين براسيات روميين على الشكل، يعني الموديلات اللي بغيتي كاينين. ها براسيات بلجيين كي تيبغي بحال هكا ثلاثه تاع شانين، هادو شانين زويونين، يعني مرايا زويونين ورائعين. دير الاخوات يا سلام نتاع المرايا جرام اختي، دير 550 درهم الخام، عفوا شوف الاخوات باش عفوا رجعت للايفات قدام 550 كده نقولهم في اللايف الاول، يعني اللي قدام يعني دابا الاخوات 500 درهم الخام اللي داير دابا، عفوا 500 درهم جاب الله الحق فيا خني ب 550 صافي نمشيو للبلاد. هادو الاخوات ديبرا صراحه غادي فوق على الارتفاع اللي تبارك الله، يعني راه تتزاد اليوم تاخذو بثمن وغدا تاخذيه بكثر، ولكن اخوات حنا ديما مستمرين معكم بالعروض والاثمنه الرائعه وتنشاركوا معكم كل حاجه الزياده والنقصان ولا اي حاجه تنقولها لكم. 17700 درهم هاد الاخوات، 17700 درهم هادي تاع شانيل غزاله، 17500 درهم، 17500 درهم هادي الاخوات، عفوا الاخوات 17700 درهم، 17700 درهم 1770 اورو، 1770 اورو هادي الاخوات. اختي
اختي حسناء فاش قالت 950 ما عرفتش فاش. قلت مرا خواتي الثمن ديال هذا 17700 درهم. الاخوات 17700 درهم، يعني الثمن ديال الاخوات 1770 اورو. الغزاله هذه رائعه، وكاين موديل اللي زوين حتى هو كاين هذا، يا سلام كاين هذا غزال غزال غزال. انا صراحه شحال ما تعجبو كاين شي ميزات. هانتوما الاخوات كاين هادي، انا نعطيكم لاطاي ديالها حيت شحال ما تعجبو تيقول لك القياس ماشي قياسي. المهم هادي صراحه اللي كانت في القياس ديالو راه غزاله صراحه، شي حاجه اللي رائعه. 5.5 فيها لاطاي، 5.5 هادي الاخوات بالنسبه لهادي لاطاي ديالها 5.5. الخام الاخوات 500 درهم اختي حنان، 500 درهم دابا الخام. الخام هو مخدومش، يعني شي حاجه سبيكه باقي ما مخدوم ما والو. هذه الاخوات 18500 درهم، 18500 درهم، 1850 اورو، 1850 اورو. شكي دايره غزاله غزاله صراحه، اللي كانت في القياس ديالو 5.5 صراحه شي حاجه اللي متقونه وصحيحه وعمليه، يعني شي حاجه اللي دقيق لها وصحيحه. 1850 اورو هذه الاخوات، 1850 اورو. تمنتاش ألف وخمسمية درهم. وندوزو لكم كارتي، كارتي تلاتة زواونين صراحة، كارتي تاعها اللي مطلوبين تا هما، شي حاجة تبقى لديما. كاين هادي براسيل كارتي تلاتة، قياس ديالهم لي طاير، عندي جوج طاير، عندي 5.5 وعندي 6، يعني كاع فيهم هادو لي طاير، فيهم كاع القياسات. وبالنسبة للناس اللي تيبغو بحال هكا الكلو كارتي فان كليف، راه عندي لي طاير كلهم، يعني كاع لي طاير تتلقاو مني من 5.5 حتى لسبعة. تمنتاش ألف وتلتمية درهم الأخوات، تمنتاش ألف وتلتمية. ها؟ بالنسبة للأخت اللي سوات علاش هدا ميزات، قلت لها هدو داب الزيت، واش داب قديم؟ لا أختي هذا جديد، كاع الشيء تشوفي دابا جديد. تمنتاش ألف وتلتمية درهم، 1830 أورو، 1830 أورو هدا الأخوات، 1830 اورو. اخت لي سوت قبيله قالت لي ابي شي براسليت روميين، ها هما اخوات براسليت روميين بالخاتم ديالهم، يا سلام صراحه شي حاجه اللي زوينه ورائعه. كاين هذا وكاين هذا، كاين هذا بجوجهم غزالين. نحاول نعطيكم كل حاجه وثمنها، نعطيك براسليت ثمنه ونعطيك الخاتم ثمنه، باش كاين شي بغي الخاتم وكاين شي بغي البراسلي. هذا الاخوات 8800 درهم، 880 اورو، 8800 درهم، 880 اورو الاخوات. هذا 880 اورو، 8800 درهم، 880 اورو الاخوات، 176000 ريال. زواون هذا الاخوات كلاش، وفي هذا الاستيلاك اللي رائع.